أحييكم وأستهل النشرة بالعناوين. مقتل طفلتين اختناقا في بر الياس. أصناف جديدة من اللبن قيد التوقيف. وفد من أهالي العسكريين في المختارة يفوض جملات التحدث باسمنا. مأساة جديدة تطال النازحين السوريين في لبنان. مقتل طفلتين اختناقا في منزلهما في بر الياس، ووالدهما يروي للLBCI تفاصيل المأساة. عندما يتحول النور إلى نار تحل المأساة وتخطف معها روح طفلتين بريئتين. لم يكن أحمد الهارب مع عائلته من نار درعا في سوريا منذ سنتين يعلم أن الشمعة التي أضاءها في غرفة نوم طفلتيه ستقتلهما خنقا. ففي بر الياس حيث تعيش هذه العائلة في منزل من غرفتين، كانت آية طفلة 6 أعوام وحلى 4 أعوام تنامان مع ألعابهما على ضوء شمعة تعوض انقطاع الكهرباء، وكان الوالدان يسهران لدى قريبهما. حلت اللعنة عندما تسببت الشمعة بحريق في غرفة الطفلتين فقدتا خنقا. انقطاع الكهرباء وشغلين شمعة وإذ شغلنا احترقت المعين. صار شو صار؟ توفوا البنات. الطفلتان نقلتا إلى مستشفى الهلال الفلسطيني في بر الياس من دون جدوى كما يروي أحد جيران العائلة. نحن كنا سهرانين فوق البيت، طلعت مرت أخوه أحمد يصير مرت عمهن للبنات، خبرتنا أنه البيت عم يحترق. نزلنا كان الحريق، يعني حسبنا أقل شيء يكون ساعتين صار الحريق بالغرفة. ما قدرنا نفوت، بس يعني بقدرة رب العالمين فات أبوهن قدر يسحبهن، البنات منتهيات. يعني هو القدر إذن الذي جعل شمعة ترتكب ما عجزت عنه نيران الحرب السورية. حملة السلامة الغذائية متواصلة، وقف إنتاج عدد من أصناف اللبن، وإقفال ملحمة ومستودع ومسلخ في بر الياس وتعنايل. تعنايل فريش ميلك واحد من معامل الألبان غير المستوفية لشروط والمواصفات القياسية اللبنانية لللبن رقم 23/1999 بحسب لائحة وزير الاقتصاد الذي طلب منها تعليق أصناف اللبن وسحب منتجاتها من السوق. تفاجأنا مثلنا مثل باقي المعامل اللي طلع اسمها بهذا القرار. اللي فيني اقوله انه نحن تحت القانون مش فوق القانون، ونحن مع انه تستمر هيدي الحملة لضبط الوضع، بس اقله بدنا نعرف شو هي المواصفات المضبوطة للبنة. اصحاب المعامل اشتكوا ايضا من غياب الرقابة على ما وصفوه بالدكاكين المنتجة للبنة. ومن اللبنة الى اللحمة، فهذه البقرة المريضة التي لا يصلح لحمها للاستهلاك البشري بحسب رئيس قسم الصحة في زحلة كانت من أسباب إقفال مستودع تعناي للحوم لخالد خطار الشمالي ومسلخ رسلان صفي في بر الياس بالشمال الأحمر، إضافة إلى توقيف 4 أشخاص بينهم صاحب المسلخ بتهمة ذبح أبقار نافقة. لكن عائلة صفي تصر على براءة رسلان من هذه التهمة. على شو بدهم يسكروا إذا المسلخ صار له 4 أشهر مش شغال؟ إذا اجت أمن الدولي من 4 أشهر رأوه عم يذبح هان وأخذوا عينة ورجعوا اجوا قالوا له تبيع واشتغل، وهو وقف ما بده هالشغلة، خلصنا من هالشغلة، وهو راح بإيده لهونيك على أساس إنه ضميره مرتاح وما في عنده مشكلة بهيدي القصة، وخلصنا منه. عيب إذا حيالله واحد انلقط بده يقول مثلا رسلان صفية أو إكس من الناس إنه هو مشاركني، بتجي الدولة بتحط إيدها عليه بتلقطه بتسكر له مصلحته، هذا شيء نحن أبدا ضده. إذا الدولة بتشتغل معنا هيك نحن بنعرف كيف بدنا نشتغل مع الدولة، لازم الدولة تكون عادلة. وزير الصحة طالب بالتحقيق مع الأشخاص المعنيين واتخاذ التدابير القانونية بحق كل من صفية والشمالي وكل من يثبته التحقيق مشاركا أو متدخلا، حماية لصحة المواطنين وحفاظا على سلامتهم. أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن قيادة الشرطة القضائية مفرزة الضاحية الجنوبية
أوقفت صاحبة شركة الصحراء للبترول المتعاقدة مع عدد من الإدارات الرسمية والمؤسسات، ومنها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ومستشفى رفيق الحريري الحكومي، والتي توافرت معلومات للمديرية تفيد أنها تقوم بالتلاعب في فواتير المحروقات وعدادات الصهاريج. كذلك أوقفت بعض العاملين في الشركة وبعض المتواطئين معهم، ولفتت إلى أن التحقيقات ما زالت جارية بإشراف النيابة العامة المالية. زار وفد من أهالي العسكريين المخطوفين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في المختارة في حضور وزير الصحة وائل أبو فاعور في إطار تحركهم باتجاه الفعاليات السياسية. وقد أكد الوفد تفويض الأهالي جنبلاط الاهتمام بملف أبنائهم. اليوم توجهنا لعنده حتى نرجع نشد على إيده ونوكله نحن كأهالي أنه يحكي باسمنا بكل مطرح فيها عقدة معينة ويسعى إلى حل حالتها، لأنه نحن أملنا الأول والأخير بوليد بايك، لأنه نحن بنعرفه هذا الزعيم اللي من بداية هيدي الأزمة الوحيد الذي تعاطى بصدق وبمسؤولية وبضمير هو وليد جنبلاط. لذلك بكل ثقة وبكل قوة نحن كأهالي وباسم كل أهالي المخطوفين منقول لكل الناس نحن مفوضين وليد بايك يحكي باسمنا بكل مطرح فيها عقدة لحتى يحل حلها. منوجه نداء لدولة رئيس الحكومة لأنه كمان هو صاحب القرار رقم واحد بحل حالة هذا الملف، فمنأمل بأنه يحله وإلا رح ننحل كلنا سوا نحن كأهالي، ما عاد عندنا قوة على الصبر. في جولة هي الأولى له في الجنوب منذ 3 عقود، قام رئيس حزب الكتائب الرئيس أمين الجميل بزيارة منطقة حصبية مرجعيون، استهلها في بلدة الإقليعة قبل أن يتوجه إلى خلوات البياضة، حيث التقى في حضور عدد من وزراء ونواب الحزب مشايخ الخلوات قبل الانتقال إلى بلدة كوكبة. ومن منزل وزير الصحة علي حسن خليل في الخيام الذي أقام على شرفه مأدبة غداء في حضور نائب حزب الله علي فياض، أشاد الجميل بخطوات التلاقي بين اللبنانيين وبما تشكله هذه المنطقة الجنوبية من تنوع، آملا في أن نصل إلى انتخاب رئيس في أقرب وقت. حبذا لو أن اللبنانيين جميعا كما تعكس هذه المناسبة أن ينفتحوا على بعضهم البعض وأن يعتمدوا الحوار إطارا لمعالجة الخلافات السياسية فيما بينهم. كل مبادرة للانفتاح، كل موقف مرن وإيجابي ومعتدل، كنا ولا زلنا على استعداد لأن نبادله بكل انفتاح بكل تعاون. من خلال دعوتنا وحرصنا على هذا الحوار إنما نريد التأكيد على الوصول إلى تفاهمات كبرى تفتح الآفاق أمام إعادة الحياة لمؤسساتنا الدستورية، وعلى رأس انتخاب سريع لرئيس جديد للجمهورية بلبنان. سجد تحدي جديد بانتشار الحركات الأصولية والتكفيرية، وهذا كذلك أمر هذا الجمعة اللي جمعتنا كمان هو جواب وهذا التحدي، وهذه عمل مقاوم كمان لها الحركات الأصولية التدميرية اللي عم نعاني من كل مآسيها. تتابعون بعد الفاصل المشرح الوطني. يحيي ملايين الشيعة اليوم في مدينة كربلاء جنوبي العراق ذكرى 40 الإمام الحسين، وقد تدفقت إلى المدينة حشود غير مسبوقة، وأفيد أن عدد الزوار تخطى 17 مليونا، بينهم 4 ملايين من جنسيات عربية وأجنبية. كذلك أفيد أن عدد الزوار الأتين من إيران تخطى 1 مليون، وقال العديد منهم إنهم يشاركون بكثافة بناء على توصية من المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي للقيام بذلك. الجموع المشاركة في أحياء العشائر الحسينية أو الشعائر الحسينية سارت في شوارع كربلاء وفي محيط العتبات المقدسة متشحة بالسواد ورافعة الرايات الحسينية. في سوريا أعدم تنظيم الدولة الإسلامية 4 رجال في ريف حمص بقطع رؤوسهم بتهمة سب الله،
ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن سكان ونشطاء محليين أن التنظيم ذبح ورجم الكثير من الأشخاص في المناطق الواقعة تحت سيطرته في سوريا والعراق بسبب أفعال يرى فيها انتهاكا لتفسيره الشريعة الإسلامية. وقد شكل دوريات مخصصة لمراقبة السلوك العام للمواطنين. اعتقلت الشرطة الهندية مهدي مسرور بيسواس للاشتباه بأنه يدير حساب شامي ويتنس على تويتر، والذي ينشر أخبار تنظيم الدولة الإسلامية ويتابعه آلاف الجهاديين الأجانب. وقالت الشرطة الهندية إن بيسواس الذي يعمل مسؤولا تنفيذيا في إحدى الشركات يبلغ من العمر 24 عاما، وكان يرسل تعزيزات على موقع تويتر يهلل فيها لمكاسب الدولة الإسلامية ويسخر من أعدائها. وقد جاء هذا الاعتقال بعد أيام من تقرير القناة الرابعة البريطانية التي وصفته بأنه المسؤول عن حساب شامي ويتنس. للسنة الثالثة على التوالي نظمت مؤسسة ميشدياق مؤتمر العقول الحرة في فندق الفينيسيا برعاية وزير الاتصالات بطرس حرب. المؤتمر جمع نخبة من الخبراء والاختصاصيين في لبنان والعالم في مختلف مجالات الإعلام وقطاعات التكنولوجيا والمعلوماتية للحوار حول التواصل والحرية والتحديات التي تواجه الحريات وتكنولوجيا المعلومات في ظل غياب قانون ينظم المواقع الإلكترونية في لبنان. وتخلل المؤتمر ثلاث جلسات حوارية شارك فيها بالإضافة إلى الاختصاصيين والإعلاميين مكتب مكافحة الجرائم الإلكترونية. بعد مشرح وطني فرقة زقاق تقدم جنة جنة جنة. جثة التاريخ اللبناني ستشرح على المسرح ليصبح لدينا مشرح وطني، عرض مسرحي لفرقة زقاق يحاول أفرادها معالجة إشكالية التاريخ انطلاقا من ذاكرة شعبية حاضنة للكثير من التفاصيل المخبأة، وهي ليست إلا تاريخنا غير المدون. قررنا نشتغل على 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 جثة مش معروف هيدا الجسة مين هي، بس هي بنفس الوقت تحمل القصة كلها تبع كل تاريخ هيدا البلد. طلنا الموضوع التاريخ من إشكاليتين الضحية والشهيد، فمنلاقي هيدا الجدلية موجودة بالعرض، ومن خلال هالجدلية قدرنا نسرد عدة أحداث صارت بتاريخ لبنان. خلال أكثر من 50 عرضا لمسرحية مشرح وطني جمعت الفرقة قصصا روى فيها مواطنون لأحداث عايشوها من تاريخ لبنان لتنتج هذه القصص عملا مسرحيا آخر هو جنة جنة جنة. بجنة لقينا حالنا عم نروح على شيء أكثر عاطفة، بيجرب يخبر هيدا العرض كمان قصة التاريخ تبعنا، بس هالمرة من خلال ثلاث نساء وبس نساء، يعني بيجرب يخبر التاريخ من خلال المرأة. هذان العرضان يعبران نوعا ما عن ماهية فرقة الزقاق، فعناصر هذه الفرقة يرون في المسرح أسلوب حياة وخيارا سياسيا وإيمانا بالعمل الجماعي خارج الإطارات الحزبية والطائفية. قررنا من بدايتنا أن نكسر المركزية الثقافية بالمدينة، وقررنا نتوجه على المناطق أكثر، بحط المسرح كأساس لغة نتواصل فيه مع الناس ونطلع منه بـ 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 بإشكاليات جديدة وطروحات جديدة. مع فرقة زقاق ستكتشف ربما أن التاريخ لا يعيد نفسه فحسب، بل لا يزال يعيش في داخلنا ليكون هو ركيزة حاضرنا. تتابعون بعد قليل. استهداف المركز الثقافي الفرنسي في غزة. استهدف انفجار قوي مبنى المركز الثقافي الفرنسي في مدينة غزة ليلا، ما ألحق أضرارا في السور الخلفي للمركز الذي كان تعرض قبل نحو شهرين لانفجارين مماثلين. وصمع ذوي انفجار ضخم في محيط المركز الذي يقع غربي مدينة غزة بحسب شهود عيان. المتحدث باسم الشرطة في غزة أيمن البطنيجي رأى أن هناك على ما يبدو بعض الجهات التي تحاول تعكير صفو الأمن في القطاع باستهداف الأماكن التي تحوي أجانب لتخويفهم ونقل صورة سيئة عن غزة وأمنها، لافتا إلى أن الشرطة قامت بإغلاق كل الطرق المؤدية إلى مكان الحادث وستعمل على القبض على الجناة في أقرب وقت.
في أفغانستان قتلت حركة طالبان بالرصاص 12 من عمال إزالة الألغام قرب القاعدة البريطانية السابقة كامب باستيون في إقليم هلمند في جنوبي البلاد حسب ما أعلنت الشرطة. وفي العاصمة كابول قتل مسلحو طالبان سكرتير المحكمة العليا عتيق الله رؤوفي لدى مغادرته منزله في كابول. وقبل قليل أفيد أن انتحاريا دمر حافلة تقل جنودا أفغانا في كابول، ولم يعرف بعد إذا كان الهجوم قد أدى إلى سقوط ضحايا. أسفر انزلاق لتربة سببته أمطار غزيرة عن مقتل 17 شخصا على الأقل وفقدان 100 آخرين في جزيرة جاوة الإندونيسية حسب ما أعلن المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث، موضحا أن الظروف على الأرض صعبة جدا ونحتاج إلى آليات ثقيلة لفتح الطريق الذي غمره انزلاق التربة. ويسجل استنفار مئات المسعفين حول المنازل التي غمرها انزلاق التربة في قرية وسط الجزيرة. اجتاحت عاصفة عاتية قادمة من المحيط الهادئ جنوبية كاليفورنيا وحملت معها أمطارا غزيرة ورياحا شديدة سببت فيضانات وانهيارات أرضية جديدة ما أدى إلى إخلاء مئات المنازل وإلحاق أضرار بمنازل أخرى. كذلك تعطلت خدمة القطارات على طول الساحل، وقد عثر على شخص ميت في قناة لتصريف مياه الفيضان في بلدة في مقاطعة أورنج في ثالث حالة وفاة مرتبطة بالعاصفة على الساحل الغربي منذ الخميس. ختام النشرة، إلى اللقاء.